لك نحن نقرأ لك كتابات مختلفة وكثيرة، ليس فقط في مجال معين إنما في مجالات مختلفة وكثيرة. أولا وضع الكتابة، وضع الثقافة في مدينة القدس بشكل مختصر، أتحدث عنها في البداية. بالنسبة لوضع الثقافة في القدس، الحمد لله في مثقفين وفي أدباء في القدس. المشكلة أكثر كيف أنا بشوفها هي بالجمهور المقدسي، إنه إحنا بحاجة لشريحة أوسع من القراء ومن المهتمين والمعنيين بالأدب في القدس، وبالفعل الثقافة عامة، يعني كمان بالفن وبالمسرح. هذا الشيء كثير مهم وإحنا بحاجة إله في القدس. السبب وراء العزوف عن القراءة المكتوبة أقصد، في الصحف أو في القصص أو ما إلى ذلك، يعود كما يقول البعض إلى وسائل جديدة ومبتكرة وحديثة وهي الإنترنت وما إلى ذلك، جعل القارئ يبعد عن ذلك. المشكلة التي تواجه الفلسطيني في تطور التكنولوجيا، وكمان برضو كل ثقافة العصر الإشي بيعود من عدة أسباب، البيت، المدرسة. يعني اليوم بحاجة لتكافل كبير علشان نقدر إننا نستعيد المكانة، وعشان نقدر يعني نحسن الأوضاع. الإشي بنشأ بالأول كمان من البيت، من الأهل، إنه أكيد الطفل لما يشوف أهله معنيين وموجود ببيئة مثقفة وبتهتم بالأدب رايح الإشي يأثر عليه. والمدرسة لما المعلمة بتشجع طلابها إنه يهتموا ويقرأوا، كمان هذا الإشي رح ينعكس بصورة إيجابية كبيرة. كمان أكيد التطور التكنولوجي، يعني عم بأخذ الناشئ بيهتم، صار اليوم أكثر الناشئ يهتم بالإنترنت، بالتلفزيون، بكل وسائل التكنولوجية الموجودة. هذا كمان عم بيبعد عن الكتاب وعن القراءة أكيد، يعني صار في وسائل تسلية ثانية غير القراءة. على ماذا تركزين أنت في كتاباتك؟ في جوانب أكثر الكتابة عن الوطن وحاليا عن القدس، كمان برضو في كتابات نقدر نحكي أكثر اجتماعية، في عدة جوانب، بس حاليا أكثر إنه الحالة اللي عايشينها بالمجمل الإنساني والاجتماعي والتأثيرات، يعني حياتنا، تأثير الوطني على حياتنا الاجتماعية والإنسانية. طيب الآن يعني ربما عندك تفكير أنت وربما البعض أيضا من الانتقال من مسألة الكتابة إلى تحريك الشارع أو الشباب الفلسطيني المقدسي إلى يعني عمل ملتقى أو ما إلى ذلك، لديكم فكرة معينة، ما هذه الفكرة تحدث تعرفين عليها؟ أسسنا ملتقى دوات على السور، هو ملتقى أدبي شبابي. بدأنا بالموضوع أنا وصديقتي الكاتبة مروة السيوري، بدينا يعني بالأول كان أساس إننا نعمل جمعة للأدباء والمهتمين بالأدب الشباب في القدس، أسوة بنشاطات موجودة كمان برام الله وبداخل فلسطيني. فالتقينا، يعني كان أول لقاء موجود معنا الشاعر لؤي زعتر، بكر زواهري، وخليل أبو خديجة، وكان لقاء ناجح. فبدينا نطور الموضوع وصرنا عاملين، صار عبارة عن ملتقى، وصرنا عاملين 9 لقاءات، بدينا بشهر آذار، 28 آذار، لحد اليوم نعمل كل شهر لقاء. هدفنا أننا نطرح منصة قدام الكاتب الشاب وقدام الناشئ اللي بيقرأ ومعني بالكتابة، أننا منشجعه تفضل اقرأ، نحاول أن نتطوره، منحاول أننا نوسع شريحة القراء من الناشئة ومن المعنيين. يعني مو في ناس بتكون يعني بتحب القراءة، بتحب هذا الاشي، بس ما فيش مين يشجعها، بنقول لها في إطار، تعالوا احضروا. يعني كمان بنلاحظ انه يمكن الأدب بطرحه، إذا أنا نطرحه بطريقة جافة يمكن بخلي هذا البطل الطريقة انها تجذب القارئ. بنحاول نلاقي طريقة أقرب للجمهور اللي يقدر يجي يحضر وضل مبسوط ومستمتع ومتواصل.
كمان يعني من خلال لقاءاتنا عقدنا لقاءين خارج القدس، لقاء بأريحة ولقاء في الرامي بالجليل. كانوا كثير لقاءين كثير ناجحين والحمد لله. يعني لقاء بالرامي كان بعنوان عناق القدس ورامة الجليل، التعاون. احنا كمان معظم قسم مننا اعضاء بندوة اليوم السابع في المسرح الوطني الفلسطيني، هي ندوة أدبية ثقافية تعقد كل أسبوع يوم الخميس. فكان هذا اللقاء بالرامي يعني كمان بتعاون مع مراكز ثقافية في الرامي، كان لقاء ناجح جدا جدا، شمل كثير من أدباء في القدس. كان وفد المقدسة حوالي 40 شخص وأدباء من الجليل من الشمال. حاليا يعني احنا مع انتهاء عام 2011 عقدنا الأسبوع الماضي اللقاء التاسع في بيت صفافة، كان استذكار لشاعرين معين بسيس وعبد اللطيف عقل. كان عندنا عدة قراءات، كيف ما احنا مننتج بالعادة بيكون عندنا موضوع نطرحه وبيكون في نقاش لهذا الموضوع ومشاركة من الجمهور. أو بيكون في قراءات للأدباء الشباب وللناشئة اللي منحاول أكثر نشجعهم. نتمنى لكم النجاح، وإلى كل من يريد أن يكتب ويقرأ فليتوجه إلى هذا الملتقى الذي يجمع ما بين فلسطين الداخل والقدس والضفة بشكل عام. نشكرك جزيل الشكر نسب أديب على هذا اللقاء، والعام القادم سنتابعك وإن شاء الله نستضيفك العام القادم بعد أيام قليلة، سنتابع كل نشاطاتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك نسب أديب. ننتقل أعزائي المشاهدين الآن إلى الفنان أحمد كريبو في هذا الفاصل. أحمد كريبو يقوم الآن